السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويانا مشاهدينا متابعينا في حلقة جديدة من برنامج هيلثي لايف. اليوم راح نتكلم وياكم عن التمر وشنو فوائده وليش الإنسان الرياضي لازم يدخل التمر في جدوله الغذائي، وأيضا عندنا بالفقرة الثانية اللي هي الفقرة الرياضية مجهز لكم بعض التمارين اللي تقدرون تسوونها بأي وقت يناسبكم سواء بالنادي أو بالبيت. أول شيء لازم نعرفه أن كل إنسان رياضي أيا كانت الرياضة اللي أنت قاعد تمارسها لازم يدخل التمر في جدوله الغذائي، ونحط قوسين على جدوله الغذائي لازم يكون من ضمن احتياجه اليومي. الحين راح أذكر لكم بعض الفوائد اللي هي تعتبر جدا مهمة حق الإنسان الرياضي وليش لازم ندخل التمر. أول شيء التمر يمدك بالطاقة ويعتبر واحد من أنواع البري وركاوت اللي تقدر تأخذها. ليش؟ لأن التمر يعتبر واحد من أنواع الكربوهيدرات البسيطة اللي تقدر تدخلها قبل التمرين، عندك من خمس دقائق إلى نص ساعة تأخذها قبل التمرين بالوقت هذا. طبعاً بالوقت هذا اللي راح يصير أن الجسم بسرعة راح يقدر يهضمه وبسرعة راح يستخدم الكربوهيدرات اللي موجودة فيه كمصدر للطاقة، وبالتالي راح يحافظ على سكر الدم أثناء التمرين وراح يمدك بالطاقة لين تخلص تمرينك. فهذا شيء وايد مهم أنك تأخذه أو أنك تقدر تستخدمه قبل التمرين. الشيء الثاني أن التمر غني بالبوتاسيوم، والبوتاسيوم له فوائد جدا عديدة اللي هي منها تحسين ضربات القلب، ضغط الدم. الشيء الثاني خلينا نقول تعزيز العضلات، من صحة العضلات إذا كان عندك أي مشكلة أو أي تقلصات عضلية، فالبوتاسيوم أو التمر يعتبر واحد من العناصر الأساسية اللي ممكن يفكك من هذه المشكلة إذا كانت تواجهك أثناء التمرين، لأنه يحتوي على بوتاسيوم وأيضا يحتوي على معادن ثانية أخرى تساعدك على هذا النوع من المشاكل اللي هي مشاكل التقلصات العضلية. الشيء الثالث التمر وايد مفيد حق صحة وسلامة العضلات. ليش؟ لأن التمر يحتوي على فيتامين بي 3 اللي هو نياسين، اللي هو موجود في العديد من المكملات الغذائية واللي هم ذكرنا من قبل يحطونها حق مكملات البري وركاوت. ليش؟ لأن هذا المكمل يساعد على تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة فتحتاجها بشكل وايد كبير بالتمرين. الشيء الثاني هو يزيد من معدل كريات الدم الحمراء بالجسم، وهذا يساعد على زيادة نقل وسرعة الأكسجين داخل الدم، فهذا يعطيك كثافة أو كفاءة جدا عالية أثناء التمرين وراح يحسن من أدائك في التمرين ومن مستوى تمرينك. الشيء المهم جدا أن التمر يعطيك مستوى ثابت من الطاقة، ما يكون مثل السكريات البسيطة اللي هي تعتبر سكريات مضافة اللي تدخلها ويعطيك بوست جدا عالي أول التمرين بعدين رايح وشك دروب، لأن سكر الدم يرتفع بشكل وايد كبير بعدين ينزل أثناء التمرين، وهذا عادة يسبب مشكلة حق بعض الرياضيين اللي يأخذون بعض المشروبات اللي تكون عالية جدا بالسكر. راح يلقى أن أول ما يبلش تمرين راح يكون فيه انرجي جدا عالي، بعدين ممكن يحوشه هبوط أثناء التمرين ويكون نتيجة السكريات البسيطة لكن غير مفيدة اللي يأخذونها قبل التمرين. طبعا التمر يغنيك عن الموضوع هذا، ما راح تواجه من وراء هذه المشكلة. وأيضا التمر يعتبر غني جدا بمضادات الأكسدة واللي تعمل على خلينا نقول الحماية والوقاية من السرطان ومن الشيخوخة وغيرها. وآخر فائدة راح نذكر لكم إياها اليوم اللي هو التمر يحتوي على ألياف جدا عالية، وهذا أيضا يحسن من جهاز الهضمي ويساعدك في عملية الهضم، وهم يعطيك فترة أطول من الشبع لما تأكل التمر غير عن باقي السكريات البسيطة. إنزين، شنو الأوقات اللي يفضل إنك تأخذ فيها التمر حق إنسان أو كإنسان رياضي؟ أول شيء مثل ما قلنا يكون بري وركاوت أو قبل التمرين، ويكون عادة عندك الوقت من 5 دقائق لين الساعة كحد أقصى. إذا كان تمرينك جدا طويل فتقدر تأخذ التمر أثناء التمرين، خلينا نقول إذا عديت نص ساعة أو ساعة من التمرين وتبي تكمل تبي تستمد من طاقة ويكون معدلها جدا يعني ثابت أو متوازن تقدر تأخذ تمر أثناء التمرين. وأيضا بعد التمرين تقدر تدخل التمر بدال الكربوهيدرات البسيطة اللي تقدر تأخذها من أي عنصر ثاني، يكون على طول تماما بعد التمرين عشان يسرع من عملية الريكفري والاستشفاء العضلي، لأن عادة الإنسان الرياضي يحتاج إلى الكربوهيدرات البسيطة لأن الجسم يحتاجها بالوقت الحالي عقب ما تخلص التمرين إذا كان تمرينك مجهد، لأن راح يكون امتصاصها للجسم جدا سريع وجدا عالي، فبالتالي عملية الاستشفاء تكون أسرع للعضلة ويتم. إذا كان تمرينك جدا عالي فيحاول أنه يعوض النقص اللي يحوشك أثناء التمرين، وأيضا يقلل من هرمون الكورتيزول اللي يحدث أو هرمون الهدم اللي يحدث أثناء التمرين.
وصلنا وياكم مشاهدينا الى الفقره الرياضيه. في هذه الفقره راح نسوي تمرين كامل حق منطقه الكور، عضلات المعده وعضلات الظهر. راح احتاج منكم معدات حق هذه الفقره او حق هذه النوعيه من التمارين. اللي راح احتاجه اول شيء اللي هو الاب رولر، هذا شلون استخدمه وحق شنو هو مفيد. هذا يشغل لي عضلات الكور بشكل كامل من متوسط الجسم الى اعلى عضلات المعده، ايضا يدش للترايسبس والكتف والبطان في هذا التمرين، وايضا جزء بسيط من عضلات الصدر. ليش؟ لان انا قاعد احرك الاب رولر بطريقه معينه بحيث ان انا قاعد افرد عضلات جسمي كلها لفوق الابر بادي، وقاعد ارد مره ثانيه اسكرها. فانت قاعد تدخل الذراع، الترايسبس، الكتف، الصدر، وايضا راح تحسون بمنطقه الكور او الظهر من وراء هم هي شاده. فهذا الجهاز يعتبر وايد ممتاز اذا انت كنت بتسوي هذه النوعيه من التمارين. الشيء الثاني اللي راح احتاج كره وزنها تقريبا 5 كيلو او اي وزن يكون تقريبا وزنه 5 كيلو وصاعد حق تمريننا اليوم. اللي راح نسوي اول شيء راح نسوي 5 جولات. راح استخدم الجهاز الاول اللي هو الاب رولر. اقدر ابلش اذا كنت اول مره اسويه اخلي ركبي على الارض، راح امسك الجهاز بالطريقه هذه، راح افرد لاخر شيء وارد مره ثانيه. راح اسوي 10 تكرارات. حاول انك ما تفتح وايد بالبدايه اذا كان الجهاز جديد عليك. سوينا 10 تكرارات، افتح وارد لين ارد اوقف بمكاني. خلصنا من العشره، بعدين راح يجي وقت الوزن او الكره اللي انا راح استخدمها. راح اسكر ريلي بالشكل هذا وراح امسك الوزن فوق بالطريقه هذه، وراح اصعد وانا ماسك الوزن بالشكل هذا. راح اسوي 10 تكرارات، خلصنا ننزل الوزن، بعدين راح نشتغل على عضلات الظهر. اللي راح اسويه راح انسدح على صدري، راح افرد ريلي واحط ايدي فوق مستوى راسي وارفع راسي لفوق. راح اسوي 10 تكرارات، هذه تعتبر جوله واحده. اقدر اريح لدقيقتين بين كل جوله والثانيه. اللي ابي اركز عليه بالجهاز هذا اذا كان عندك او اذا تبي تستخدمه وكان موجود بالنادي، اول شيء اذا انت ما سويت هالتمرين من قبل تاكد انك الجهاز اللي قاعد تاخذه مسكته تكون كبيره ومناسبه حق قبضه ايدك. الشيء الثاني عندك الرول هذا لا يكون وايد ضيق، خليه يكون شوي وسيع عشان تتفادى موضوع الاصابه، ممكن يلف ممكن يعور ايدك. فتاكد ان هذه المنطقه تكون شوي وسيعه وان القضبات مريحه وتقدر تمسك فيها الجهاز نفسه. جرب هذا التمرين وشوف تاثيره على عضلات معدتك، وشوف الناتج بعد يوم او يومين، وشوف الشد اللي ممكن يحوشك من وراء هذا التمرين. كان هذا تمرين اليوم، اتمنى انكم استفدتوا. نشوفكم ان شاء الله تمارين جديده. مع السلامه.